بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا جديد، نورت وشرفت القناة. اليوم إن شاء الله وصفتنا سينامون رولز أو سينامون رولز، غنية عن التعريف، الكل يعشقها مع صوص الجبنة والكراميل، شكل تحفة ومذاق رائع جدا. فقط اتبعوا الخطوات راح تنجح معكم بإذن الله. العجينة بتطلع قطنية، طعمها أفضل من اللي بنشتريها من برا جاهزة، وبيكون ثمنها باهظ، فلذلك بنعملها في البيت بيكون طعم رائع وشكل أروع وما بتكلف كثير. أتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، اترككم مع المقادير طريقة التحضير، فرجة ممتعة. بسم الله نبدأ على بركة الله. في العجانة نضع الدقيق، رشة الملح، السكر، الخميرة الفورية، ثم نضيف عليهم حبتين بيض، نضيف عليهم الحليب يكون دافي. نبدأ في العجن، ثم نضيف الزبدة على دفعات ونعجنها حتى نحصل على عجينة لينة. لازم نعجن العجين جيدا من 8 إلى 10 دقائق. ممكن نعمل العجينة بالإيد وتأتي نفس النتيجة، فقط نعجنوها جيدا. نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة لينة ورطبة. حصلنا على عجينة رطبة طرية، ندهنها بقليل من الزيت ثم نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. نرش عليها قليل من الدقيق، ثم نبدأ بالتشكيل، نحاول أن نعطيها شكل المستطيل. ممكن لكي تسهل علينا نقسمها إلى كرتين ونشكلها تكون أسهل. نمدد العجين على هذه الطريقة. الحشوة سنحتاج إلى سكر مع ملعقتين قرفة. نمدد العجين جيدا ثم ندهنها بملعقة زبدة، فقط ملعقة شوي يعني ما يكتر. ندهن العجين جيدا ثم نبدأ برش السكر مع القرفة مثل ما موضح في الصورة، ثم نبدأ في اللف مباشرة. نأتي بسكين يكون حاد ثم نبدأ في التقطيع مثل ما موضح في الصورة. انتبه لازم يكون السكين حاد لكي تطلع معنا شكل مزبوط وما يتعجن معنا. نستمر حتى نخلص كل الكمية اللي معنا. سلمت قلبي يا ربي تعلم ما قلبي وقف قد وضعته.
الذنب يثقل والعشق يحرق. نستمر في التشكيل حتى نخلص كل الكمية الموجودة معنا، بعد ذلك نتركهم يختمروا حتى يتضاعف حجمهم. الوقت حسب حرارة المطبخ يمكن يأخذ أكثر أو أقل. يعمل صوص كراميل في وعاء على النار، نضع السكر ونتركه يذوب، نحاول ما نحرك بملعقة نهائيا، فقط نحرك الوعاء من حين إلى آخر. ثم نبدأ بإضافة الماء مع التحريك لكي لا يتكتل معنا، نحاول نسرع العملية. سنحتاج أيضا إلى ملعقتين كبيرة أو 3 ملاعق صغيرة من القشطة. هون بأوروبا القشطة غير موجودة أو صعب نجدها، نستبدلها بالكريم فريش مع ملعقة صغيرة من النشا. نخلط الكل جيدا. حتى يتجانسوا مع بعض. ثم نضيفها على الخليط اللي على النار، خليط السكر مع الماء. نضيف الخليط ونبدأ بالخلط بسرعة لكي لا يتكتل معنا. آخر خطوة في الصوص كراميل، نضيف نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة زبدة ونخلط جيدا. نتركه دقيقتين على النار، بتكون الصوص جاهزة. نسكبها في وعاء ونتركها تبرد في الثلاجة. السينامون رولز اختمروا معنا، ندهنهم بقليل من الحليب. بنكون شغلنا الفرن من الأسفل 160 درجة، نتركهم حتى ينضجوا، ثم نشغل الفرن من الأعلى حتى يأخذوا لون ذهبي جميل. ننتبه لأن فيهم سكر بسرعة بيأخذوا لون. لعمل صوص الجبن، نضع الجبن مع الزبدة مع كيس الفانيلا، نخلط الكل جيدا حتى يصير كريمي. بعد ذلك نبدأ بإضافة السكر بودرة، ملعقتين. أنا ما بحب سكر هيكون عالي، ممكن من 2 إلى 4 معالق. ثم نبدأ بإضافة الحليب حتى نحصل على قوام يكون مناسب. طلعناهم من الفرن، الرائحة ملأت المطبخ، رائحة شهية جدا وطعم رائع. من غير صوص طعمهم رائع جدا، ممكن تستغنوا عن الصوص تستمتعوا فيهم من غير صوص. شكل رائع، مذاق أروع، قوام السينمون طلع خفيف جدا، ممكن تتناولوا أكثر من حبة من غير ما تشعروا، لأنه فعلا فعلا مذاق لا يقاوم، أفضل من الجاهز بكثير. أتمنى إن شاء الله تجربوهم في البيت وتدعوا لي، لأنه فعلا وصفة لن تستغنوا عنها بعد ذلك. قم بسكب الصوص على السينمون
مع التزيين بخطوط الكراميل مثل ما موضح في الصورة، بيعطيهم شكل رائع ومذاق أروع. طبعا أنا فضلت أزين بقليل من الجوز، ممكن تستغنوا عنها طبعا، كل واحد يزين على ذوقه. وصفة رائعة جدا، ممكن تستمتعي فيها مع أهلك مع ضيوفك. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.